المبادرة المصرية تستضيف المنتدى هي منظمة حقوقية مصرية بدأت تشتغل من 2002 وتشتغل على مجالات متنوعة من الحريات المدنية والحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الجنائية. منتدى الدين والحريات هو فعالية شهرية بتحصل في المكان ده ومهتمة بمناقشة كل القضايا اللي بتمثل تقاطع ما بين المجال الديني ومجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والشأن الاجتماعي بشكل عام. سؤالنا النهاردة هو حوالين الإسلام كما تريده الدولة. سبب إثارة السؤال ده إن إحنا قدامنا مشهد بيبدلنا فيه حاجتين ممكن يكونوا متناقضتين. من جانب الدولة بتؤكد على إنه في هيئات إسلامية رسمية هي اللي بتمثل الإسلام الصحيح وهي المعنية دون غيرها يعني بشؤون الدعوة الإسلامية وتقديم الإسلام الصحيح اللي بتوصفه بعض الأوصاف زي الوسطي والمعتدل أو اللي بيحافظ على الثوابت في مقابل أشكال تانية من التفسيرات أو الآراء اللي في الدين اللي الدولة كمان بتصفها بأنها متطرفة أو مفرطة وبتتخلى عن الثوابت. ده من جانب الدولة بتؤكد أنه المؤسسات دي هي المعنية بس بشؤون الإسلام، وكمان في جانب الممارسة الإسلامية في تأكيد على الجانب الاحتكاري للمؤسسات دي بعض الأحيان أنه مفيش حد تاني المفروض يتكلم في الشؤون دي أو أنه يبقى المؤسسات دي رقيب على أي حد يتكلم في الشؤون الدينية. وفي جانب الممارسة الدينية نفسها زي اتخاذ المساجد أو إقامة الشعائر في تأكيد على أنه وزارة الأوقاف كأحد الهيئات الدينية الرسمية هي المسؤولة تماماً عن ممارسة الشعائر والخطب والدروس وغيره. لكن من جانب آخر الفترة الأخيرة الخطاب الرسمي للدولة مثلاً في رئيس الجمهورية والحكومة وبعض الأصوات المقررة للدولة بدأت تتكلم على أنه يعني في مشكلة في اللي هي سميته الخطاب الديني، وشايفة يعني في تعبيرات زي اللي قالها مفتاح السيسي إن إحنا محتاجين ثورة دينية، إن إحنا محتاجين تغيير كبير جدا. طبعا تعبيرات مختلفة عن إحنا بتقول كلها كأن إحنا محتاجين حاجة مختلفة عن اللي موجود. ففي تأكيد على إنه في ناس هم اللي بيحتكروا أو يا إما بيحتكروا هم بيكونوا رقباء على الساحة الدينية، وفي نفس الوقت في اعتراف بأزمة الأفكار والممارسات اللي بتقوم بيها المؤسسات دي. والخطاب ده متناقض، يعني الخطاب ده فيه حاجات تثير التساؤل، منها انه هل الناس نفسهم اللي هم عندهم نفس الافكار والممارسات اللي الدوله شايفه فيها مشكله هم نفسهم اللي هيقوموا باصلاحها ولا ناس ثانيه اللي هتقوم باصلاحها. المشهد ده يعني ممكن يخلينا نفكر انه يعني ممكن يفتح اجابات متعدده، ممكن تكون احداها انه ما فيش يعني انه موضوع التجديد والاصلاح والكلام ده هو الغرض سياسي، زي ما التاكيد على انه الإسلام الصحيح موجود في هيئات الدولة الإسلامية ده لغرض سياسي. في زوايا نظر تانية إنه المؤسسات الإسلامية دي جواها تيارات، مثلا جواها تيارات فكرية متعددة ومتنوعة ليها آراء مختلفة، وبالتالي الدولة بتفضل تيار على تيار أو رأي أو رأي على رأي. أفكار تانية تاخدنا المجتمع نفسه اللي بيبص للدولة وبيبص للهيئات الإسلامية شايف ازاي الدولة وهي في الفترة اللي فاتت في وسط صراع سياسي محتدم الدولة بتتكلم عن الدين وبتقول ان في شكل معين للتدين والافكار الدينية هو ده الشكل الوسطي المعتدل المفروض الناس تتبعه، ومفيش حد في مصر يعمل حاجة غير الازهر او يتكلم كلام مختلف عن الازهر. في نفس الوقت احنا محتاجين تغيير كبير في الخطاب الديني. المجتمع هنا شايف الموضوع ده ازاي، وهل شايف انه يعني اكيد في ناس كتير بتتكلم عن الموضوع باعتبار ان كل المسلمين في مصر مرتبطين باسلام واحد وكلهم مدعوين لاصلاح نفس الاسلام ده. في مقابل تساؤل تاني، هل فعلا الاسلام كده ككلمه واحده ده شيء ليه وجود عملي في كل الدول اللي فيها مجتمعات اغلبيتها مسلمين؟ هل في اسلام واحد، ولا حصل انشقاقات كبيره في التفكير والممارسه في الاعتقاد وفي الفقه خلت انه ما نقدرش نتكلم على اسلام واحد؟ عشان كده قلنا الاسلام يعني كما تريده الدوله
الاراء هتختلف في الـ في الـ في الموضوع ده. لكن يعني احنا هنا في المبادره جزء من شغلنا البحثي وجزء من شغل المنتدى كمان ركزنا جدا على الجانب العملي، وعملنا نقاشات على دور الازهر والاوقاف ودار الافتاء، وكان الحقيقه التركيز الاساسي على دورهم العملي في يا اما اداره الشؤون الدينيه للمسلمين بشكل حصري، وده كان في راينا بيخل بحريه الدين اصلا للمسلمين السنه اللي هم الاغلبيه، او بينتقص من بعضها بالنسبه للمختلفين مع الرؤيه دي. ولكن من جانب تاني شفنا كمان انه التصور مؤسسات الدوله الاسلاميه كان قايم على مجموعه افتراضات في شغلنا البحثي طلعناها. كان من اهم الافتراضات دي هي ان الدوله بتتعامل مع الاسلام باعتبار المسلمين كلهم في مصر جماعه دينيه واحده، مفيش جواهم تعدد، والدوله مسؤوله عن اداره شانهم الديني. وليه الدوله مسؤوله عن اداره شانهم الديني؟ كان ليه علاقه بافتراض تاني اللي هو الدوله الامام او الدوله كامام، ان الدوله المصريه بتكمل ادوار تاريخيه كان بيقوم بها الخليفه والامام المسلم في اداره الشؤون الدينيه للمسلمين. النهارده هنروح في جانب تاني شويه مختلف، يعني كنا مركزين على جانب الممارسه لان هو ده المرتبط اكتر بالجانب الحقوقي ومفاهيم حريه الدين. النهارده حابين نتكلم اكتر على المضمون الفكري اللي كان فيه جدل كبير الفتره اللي فاتت، والمفاهيم اللي تم ترديدها زي التجديد. يعني التجديد هو مفهوم دايما بيوحي بان في شيء قديم بشكل ما غير مرضي، لكن في نفس الوقت يعني لما حد بيقول التجديد ده يعني تعبير فضفاض جدا، لانه الناس ممكن تتحرك من القديم ده تروح لاشكال مختلفه جدا من التجديد او من التغيير اللي هي عايزاه. مصطلح زي الوسطيه برضو هو مصطلح ليه خصوصيه دينيه يعني اسلاميه، لانه موجود في القران وليه يعني نقاشات حوله في العقيده والفقه وغيره، لكن هو اكتسب دلاله معاصره ودلاله سياسيه نتيجه وصف التيارات الاسلاميه بالمتطرفه. وفي نفس الوقت والدوله بتتكلم كتير عن التجديد طلعت افكار مختلفه، الدوله انزعجت منها واطراف الدوله انزعجت منها وبدات توقفها. يمكن كان من ابرزها يعني الكلام اللي بيقوله اسلام بحيري، لان هو كان موجود في الاعلام الجماهيري، يعني ممكن يكون في كلام زيه موجود كتير في الكتب والمراجع للناس المهتمين بالمجال ده، لكن هو كان برنامج جماهيري وناس كتير تابعته، وده اثار غضب ناس طبعا رأسهم الازهر. ففي سياق الكلام عن التجديد والتغيير والاصلاح ظهر برضو ان في حدود معينه للموضوع ده، في بتتكلم على ثوابت معينه ما ينفعش نناقشها، لان دي بتهدد بقى السلم الاجتماعي، وفي ناس اتكلموا على الامن الفكري والامن العقدي ومصطلحات يعني ممكن بعض يشوفها عجيبه، وممكن بعض التاني يتعاطف معاها اذا هو كان موافق على دور الازهر. احنا النهارده معانا ضيفين كريمين هيقدموا لنا رؤى يعني مختلفه ومتنوعه بخصوص السؤال ده، اي اسلام عايزاه الدوله، واي معنى لمفاهيم زي التجديد والوسطيه والثوابت. معانا دكتور هاني محمود، هو مدرس مساعد في كليه الحقوق جامعه عين شمس، هو باحث في الشان الاسلامي وكان سابقا امام وخطيب في وزاره الاوقاف. معانا استاذ مصطفى عبد الظاهر، هو باحث في الاجتماع السياسي، مهتم برضه بالشؤون الدينيه، وكان له ورقه منشوره عن مفهوم الوسطيه تحديدا. يعني هنبدا مع استاذ مصطفى هيقدم لنا مداخلته، وبعدين دكتور هاني. القوميه على انها جماعه متخيله بمعنى ان هي بتتصور نفسها متعاليه على التاريخ، ما مرتش باي تطورات، عندها زمن متسق متعالي مستمر في خط واحد، ما عداش عليه اي تطورات، على خلاف مثلا وزمام اللي كان تعريفه اكثر يعني تطرفا انجاز التعبير، اللي هو كان بيقول ان الجماعات القوميه هي جماعات بدات من العدم اساسا، يعني ما بداتش من تصور حتى وهي عدلته. في التعريف بتاع الدوله القوميه ده عند بنديكت اندرسون بالذات، هو بيقول انه في ثلاث عوامل لابد من الدوله القوميه تعمل عليهم علشان تكون دوله قوميه بالفعل. ان هي الدوله القوميه لابد ان هي تسيطر على ثلاث حاجات: اولا ادراك الزمن عند المجتمع، ثانيا انهاء الملكيه السلاليه، ثالثا الاجهاز على الجماعه الدينيه. دا
حصل في الغرب، ده حصل في الغرب ومن خلال النماذج اللي كان بياخدها بنديكت اندرسون كان حصل بالفعل، حصل يعني الملكيه السلاليه انتهت بالفعل علشان الدول الاوروبيه تقدر تعمل دول قوميه مستمره. بالفعل هم انهوا على الملكيه السلاليه، وبالفعل هو كان الدوله القوميه كانت بتقدم نفسها على لان عندها سرديه بالفعل متعاليه على الزمن، كانت بتقدمها للناس ملهاش علاقة باللي قبلها وملهاش علاقة بالمراحل اللي اتطورت ونشأت من خلالها. كانت بتقول ان الدولة القومية، لا احنا عندنا قومية ممتدة عبر التاريخ وما بدأتش في البداية ولا هتنتهي في النهاية، زي القومية المصرية كده لما احنا بنقول ان الفراعنة كانوا هم المماليك، كانوا هم الاسلاميين، كانوا هم عبد الناصر، كانوا هم العصر اللي احنا فيه. انما حصل عندنا احنا نوع من انواع التغير في منظومه القوميه دي لما الدوله مع في بدايه الدوله الحديثه في مصر، لو افترضنا يعني على اقوال اغلب المؤرخين ان الدوله القوميه الحديثه بدات مع محمد علي، الدوله عملت نوع من انواع التحالف مع الجماعه الدينيه. التحالف ده كان بيقوي السرديه القوميه اللي الدوله بتقدمها للمجتمع علشان تقدر حافظ عليه. واحنا هنا لما بنتكلم عن الهيمنه او عن السلطه، لابد ان احنا نفصل ما بين حاجتين. السلطه اللي بتمارسها الدوله من اعلى كبنيه فوقيه زي القانون مثلا، هو القانون بالطبع بيصدر عن مشرع دولتي، هو الدوله هي اللي بتصدر القوانين. انما البنيه التحتيه بقى المجتمع حتى البنى العرفيه وادراك الزمن عند الناس، ده هو المجال بتاع الهيمنة أو ميكروفيزية السلطة أو أي من يعني على حسب المفاهيم الكتيرة اللي بين إيدينا اللي حطها فلسفة السياسة. لو وصلنا للنتيجة دي بنقول إنه الدولة عملت تحالف مع الجماعة الدينية علشان تعمل نمط من أنماط التدين يحافظ على السردية القومية اللي بتقدمها الدولة علشان تقدر تهيمن على المجتمع بشكل رمزي وتسيطر على رأس المال الرمزي الموجود في المجتمع كله. فده كان بلغ ذروته وقت جمال عبد الناصر لما اتحط قانون الأزهر ويدخله كمؤسسة رسمية من ضمن مؤسسات الدولة، والقانون كان بينص على انه الدولة على انه الأزهر هو المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن تجديد عن الخطاب الديني، وهي المسؤولة عن حماية الإسلام وحماية تراث الإسلام والإفتاء في أمور الشرع وفي العبادات وفي الشعائر وفي الخلافة. الحقيقة الأزهر مع جمال عبد الناصر كان يعني لم يوفر جهدا في ان هو يتسق مع السردية دي تماما. الأزهر وقت جمال عبد الناصر، احنا يعني مثلا انا عملت كنت كتبت ورقة عن تطور الإفتاء والاجتهاد الفقهي في مصر بعد الثورة خلال ثلاث أو أربع سنوات، وقارنت ده بكل الفتاوى اللي صدرت عن الأزهر في خلال 200 سنة. لو بصينا مثلا على الفتاوى اللي بتتعلق بحرمة فوائد البنوك، حرمة فوائد البنوك كانت محرمة من قبل الأزهر رسميا وعرفيا عن طريق الفتاوى اللي كانت بتطلع بشكل ابعد شويه عن فكره القانون وعن التقنين. لما كانت دار الافتاء بتستفتى مثلا، او المفتي الرسمي او شيخ الازهر كان بيستفتى في مساله، فيعني فوائد البنوك حلال ام حرام، هنلاقي عندنا انه على طول التاريخ لحد مثلا الشيخ محمد سيد طنطاوي والدكتور علي جمعه انه فوائد البنوك كانت محرمه. كان الشيخ الصفدي وكان الشيخ عبد المجيد سليم ومشايخ كتير من مشايخ الازهر كانوا حرموا مسائل فوائد البنوك، ونقلوا الاجماع كمان، كانوا بيقولوا انه في اجماع على حرمه فوائد البنوك. لو جينا مثلا عند الازهر بعد حسني مبارك في عصر الشيخ محمد سيد طنطاوي، حسني مبارك تبنى سياسات يعني نقول تجاوزا ان هي كانت نيوليبراليه، وكان بينفتح على السوق العالمي وكان على الاقتصاد الحر، وكان ده لا يتناسب يعني بما انه البنوك ليها دور كبير جدا في الاقتصاد الحر، فلابد ان احنا هنغير حاجه في طريقه تعامل الناس مع البنوك. فبالتالي الازهر افتى بالفعل بحل فوائد البنوك.
لو جينا مثلا عند موضوع زي موضوع معاهدة الصلح مع إسرائيل، الأزهر أباح المعاهدة مع إسرائيل، في نفس الوقت الأزهر كان على جانب تاني كان بيستخدم في استتابة الجماعات الإسلامية في السجون، وكان المفروض إنه الأزهر كان بيقول إنه هو بيقدم يعني الإسلام الصحيح والإسلام الوسطي، واللي هي الوسطية اللي احنا حتى الآن ما جيناش عند تعريفها. لو بصينا على تعريف الوسطية هنقول إنه الوسطية بالأساس هي مصطلح قرآني زي ما أشار الأستاذ عمرو. الآية بتقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي اللغة الوسط الأوسط الشيء في اللغة أعلاه، بس هو ده لا يعنينا في شيء الحقيقة، لأنه الوسطية مهما كان تعريفها في أي كتاب عند أي منظر، احنا في النهاية في احتكاك مباشر مع ممارسة الوسطية دي، عايزين نعرف الوسطية دي لما بيمارسوها بيعملوا ايه. فلو اشرنا مثلا لاعمال زي اعمال الشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا، هنلاقي اشارات بالفعل لبداية استخدام اعمق واستخدام اوسع لمفهوم الوسطية. وده كان ناتج عن مقدمة كان كتبها الشيخ محمد رشيد رضا عن أصول الفقه. والشيخ محمد رشيد رضا الحقيقة كان عمل حاجة أول مرة تتعمل، وهي يعني تقريبا قطيعة معرفية مع كل التراث الفقهي اللي كان قبله، التراث الأصولي والتراث الكلامي والتراث الفقهي في الفروع، علشان يؤسس هو قال يعني فيما معناه في الكتاب إنه العلماء بذلوا مجهود كبير جدا على امتداد تاريخ المسلمين. العلماء بذلوا مجهود كبير جدا في وضع نظريات أصولية ونظريات فقهية ونظريات كلامية، بس في النهاية المؤمن العادي لا يمكنه أن يفهم هذه النظريات. فبالتالي ان احنا هنحط بقى نظرية جديدة اسمها نظرية المصلحة والمقاصد الشرعية. هنوصل بقى من خلال نظرية المصلحة دي انه احنا نشوف صالح المسلمين فين ونعمله، ويعني بشكل سطحي شويه بعيدا عن اصول الفقه وعن الفقه التراثي. فده ادى على المستويين، مستوى الجماعه، مستوى التيار الاسلامي نفسه اللي هو يعني يعتبر وليد، اتاثر بشكل كبير جدا بفكر محمد رشيد رضا، وعلى المستوى الثاني المستوى الرسمي الازهري، ده أثر بشكل كبير جدا على علماء الشريعة، وأدى عندهم لأنهم يستخدموا كليات الشريعة ومقاصدها الكبرى اللي هم المقاصد الخمسة، حفظ النسل وحفظ المال وحفظ الدين، إن هم يستخدموا المقاصد دي في الإفتاء دون الرجوع إلى يعني التجربة اللي سبقتها. مثلا كانت تجربة مجلة الأحكام العدلية اللي كانت عاملها الدولة العثمانية. مجلة الأحكام العدلية كانت قائمة على علم اسمه قواعد الفقه. قواعد الفقه ده علم غير مطروق بالنسبة لمقاصد الشريعة بشكلها المعاصر. لو خدنا المقدمات دي وحطناها كمقدمة علشان نتكلم عن فكرة الخطاب وتجديد الخطاب الديني، هنلاقي انه يعني ان الطفرة اللي حصلت في علم تحليل الخطاب، حتى اللي هي بيسموها علم التحليل النقدي للخطاب، بيقول ان الخطاب ده هو في النهايه خطاب غير منبت عن سياقه الاجتماعي. السياق الاجتماعي اللي احنا لو اتفقنا على انه السياق الاجتماعي زي ما شرحناه هو السياق بالشكل ده، انه الدوله مهيمنه على الابستمولوجيا اللي هي بيقدمها الفكر الديني الازهري او الوسطي، وحتى بالتالي اثر على الجماعات الاسلاميه، فهيظهر انه علشان نقدم تجديد خطاب ديني من خلال مؤسسه تنتمي لمؤسسه الدوله، وهي بالفعل مؤسسه تعد الذراع الايديولوجي للدوله اللي هي مؤسسه الازهر، انه عمره ما هيحصل تجديد من اي نوع من في الخطاب الديني الا تجديد لغوي بس. بدل ما هقول يعني هدور بقى على شويه مصطلحات اغيرها، على شويه فتاوى متعلقه بحياه الناس اغيرها، لا تتدخل مثلا مع واقعهم الاجتماعي ولا تتدخل مع واقعهم السياسي.
لن اجد في النهايه اي تجديد من اي نوع يتعلق بالبنى اللي كونت الخطاب الديني ده، سواء الازهري او عند الجماعات الاسلاميه. النقطه الاخيره علشان ما اطولش، اللي عايز اعلق عليها هي نقطه اسلام بحيلي اللي اتكلم عنها استاذ عمرو. هو اسلام بحيلي كان حاول يقدم نوع من، هو بالفعل الحاجات، في بعض الحاجات اللي كان بيقدمها اسلام بحيلي في برامجه كانت موجوده في الكتب بالفعل، بس هو كان بيقدم الموضوع بشكل فضائحي شويه. يعني انا اللي عندي بقى المعلومات اللي محدش فيكم عنده المعلومات دي، انا عارف كل حاجه، والفقهاء ضحكوا عليكم وخبوا كل المعلومات دي. وكان الموضوع بيصل لدرجه السباب والشتائم، ويعني موضوع فضائحي في النهايه، وكان موضوع اعلامي تماما. ولكن ايا كان، مهما كانت درجه سلبيه الخطاب اللي كان بيقدمه الاسلام بحيري، بالنسبه لي على الاقل هو في النهايه كان نمط من انماط الخطاب الديني الشاذ بالنسبه للازهر. فلذلك كانت الدوله عليها ان هي، الدوله استخدمت الازهر في ان هي تحجم الخطاب ده، علشان في النهايه هي بالنسبه لها طبعا مش شايفه انه سواء ايجابي او سلبي، المهم يكون داخل السرديه اللي احنا بنتكلم عنها، ان هو الاسلام بالشكل اللي الازهر بيقدمه، فبالتالي لابد ان هو ينهى عليه، او يعني هو حكم او دخل في قضيه. انا يعني ما اعرفش الحقيقه تفاصيل القضيه ايه، ازراء اديان، هو كل الامور كلها متعلقه بالقانون. النقطه الاخيره اللي كنت عايز اتكلم فيها هي نقطة التخصص، تخصص في الدين. الدين لما تحول لعلوم شرعية، منظومة علوم شرعية، حقيقة كان بيشير عالم اجتماع من علماء الاجتماع الكبار اسمه بيتر بيرجر في كتاب اسمه ذا ساكرت كانوبي، كان بيشير لأنه في أوروبا مثلا بالنسبة للمسيحية، أنه في العصر الحديث المسيحية تعرضت لتداخل كبير جدا مع أنماط عديدة من الثقافات، ومن أنماط التدين، ومن أنماط التدين الفرداني، ومن حتى من أنماط الفعل السياسي زي الليبرالية أو الماركسية أو خلافه. التداخل الكبير ده مع في العصر الحديث أدى بالنسبة لبيتر بيرجر لازدياد أعداد المتخصصين في الدين، وتوسع المدونة الدينية المتخصصة بشكل كبير جدا، لأنها ما كانتش قادرة تقدم الجدال عن السردية اللي هي الدينية اللي بتقدم الحقيقة المقدسة المطلقة للمؤمن العادي اللي ما بيقدرش في النهاية يتناول العلوم الدينية دي بشكل معمق. وهو طبعا بيقسم الاثنين النوعين، لانه في مؤمن عادي وفي حد متخصص في العلوم الدينيه. وده كان نتاج، ده كان نتاج من نتاج العصر الحديث بالفعل، لانه في القديم حتى في الاسلام في الدوله الاسلاميه كان المواطن العادي لما يحب يحتاج فتوى ما كانش بيمر بكل المراحل المعقده دي علشان يحتاج فتوى، وكان بيروح لامام المسجد او للقاضي المفتي اللي هو عايش وسطهم وبتكلم بنفس لغتهم، ما كانش عنده لغه تقنيه خاصه معقده هذا التعقيد الموجود في العصر الحديث. بس ده كان نتيجه من نتائج العصر الحديث بالفعل، واللي هي اظنها يعني لا يمكن تخطيها اصلا، لانه المدونه التراثيه مدونه متسعه جدا، وعلشان حد يوصل لراي متعلق على واقعه بتحصل في العصر الحديث من خلال المدونه المتسعه دي، لابد ان هو بالفعل هيقضي اوقات كبيره جدا، وهيضطر في النهايه ان هو يكون متخصص في العلوم الشرعيه. النقطه الاخيره، انا قلت النقطه اللي فاتت كانت نقطه اخيره صح، النقطه بعد الاخيره هي ممارسه الدين في المجال العام. فكره المجال العام مش زي ما الناس بتظن بالتعبير الدارج، ان هي عن حريه التعبير او عن حريه الخطاب حتى، لا، هو المجال العام حسب وضع المقوله الرئيسيه اللي هو هابرماس، كان بيقول انه المجال العام هو القوه غير المفروضه بالقوه التي اكتسبها الجدال الاقوى. المجال العام هو في النهايه طبقه ما بين طبقتين، طبقه بتوصل بتدافع عن مصالح المجتمع بإزاء الدوله، فلابد ان احنا ده حسب يعني التصور اللي كان بيحطه هابرماس.
انه في مجتمع وفي دوله وفي طبقه في وسطهم اسمها المجال العام اللي هي بنيتها الاساسيه المجتمع المدني. المجال العام ده بيدافع عن مصالح المجتمع بلغه عقلانيه حسب تعبير هابرماس برضو. وهاجي الموضوع عقلانيه ده يعني معناه ايه؟ انه بإزاء الدولة. فهو حتى هابرماس كان عنده ورقة اسمها قوة الدين في المجال العام، كان بيقول إن المتدينين مش ممنوع عليهم الدخول في المجال العام، بس في النهاية عليهم إن هم يستخدموا الاستبصارات الأخلاقية الدينية بلغة عقلانية تتسق مع لغة المجال العام. فإذا في النهاية المجال العام هو كمان بنية من بنيات الهيمنة. يعني المجال العام مثلا لا حتى في الغرب لا يتسع لحقوق الشواذ، لا تسع لحقوق فئات كتير مهمشه، ما يقدروش، ما عندهمش لغه يقدروا يتكلموا بيها يدخلوا بيها المجال العام علشان تكون عقلانيه التعبير هابرماس. فاحنا كان عندنا تجربه عبر التاريخ الاسلامي، يعني زي مثلا ما بيصفها واحد زي القانوني الامريكي نوح فيلدمان او أرماندو سلفاتوري في كتاب الحداثه الليبراليه المجال العام في الحداثه الليبراليه والكاثوليكيه والاسلام، او حتى وائل حلاق، وان كان على في خلاف يعني حول المنهجيه اللي بيستخدمها وائل حلاق. بيقول انه العلاقه الداخليه بنفسها كانت بتقف بشكل كبير ضد الممارسات اللي بتمارسها الدوله في التعذيب وفي الهيمنه على الناس وخلافه. احنا عندنا لو برضو اتخذنا الكلام اللي انا قلته في البدايه ده كمقدمه، وارجو ان هو يعني كان واضح او حاولت اقدمه بشكل مبسط، لو استخدمناه كمقدمه هنلاقي انه بالفعل دور الدين كجزء من المجال العام انتهى، لانه الدين بقى موقع من المواقع، موقع جهوي من المواقع، زي خطاب الدوله هو بقى جزء من الدين، منحاز للدولة، هو جزء من أجزاء من أدواتها الأيديولوجية اللي هو الأزهر، وجزء تاني اللي هو الجماعات الإسلامية اللي عنده سردية بيدافع عنها وما عندوش أي وقت أصلاً يدافع عن مصالح المجتمع. فإذا في النهاية علينا أن احنا ما نقللش من قيمة الهيمنة أو السلطة أو المفاهيم اللي هي بتقدم الدولة على أنها كائن بهذه البشاعة، أن هو يقدر يسيطر على الدولة على كل أرجاء المجتمع، حتى على مستوى اللغة وعلى مستوى الثقافة. وكدول ما بعد استعمارية كمان لابد إن إحنا نراعي ده في الحسبان، لأنه في دولنا إحنا بالفعل بنتعرض لهيمنة كبرى من الإرث الكولونيالي اللي عندنا، وهيمنة حتى هيمنة برضو على مستوى اللغة وعلى مستوى الثقافة. فإذا والدول اللي عندنا جوه مجتمعاتنا هي بالفعل دول مهيمنة علينا كطبقة تانية للهيمنة. فإذا الخطاب الديني الحديث لا يفهم إلا من خلال فكرة الهيمنة والسلطة كما قدمها المنظرين الفلسفة السياسية. وأرجو إن أنا ما أكونش أطلت عليكم، وشكرا جزيلا لكم. الحديث متشعب، والعنوان بتاع الندوة والمضمون بتاعها يعني طرح العديد من الأسئلة، وهي أسئلة مركبة، ويمكن السؤال الأول منها بيتضمن أربع مفاهيم أو أربع مصطلحات، يعني كل مفهوم منها محتاج يعني محاضرة لوحده: مفهوم الوسطية والاعتدال، مفهوم تجديد الخطاب الديني، صحيح الدين، كان في مفهوم رابع اللي هو يمكن مفهوم الثوابت، وحتى الأربع مفاهيم داخلة برضو في الأسئلة الأخرى التي يعني تفضل الأستاذ عزت عمرو عزت تفضل الأستاذ عمرو يعني بطرحها في بدايتنا. لكن خليني أبدأ بتمهيد أحب أسلط فيه الضوء على جذور المشكلة، لأن يعني من الأهمية بمكان إن إحنا نحط إيدنا على الجذور بتاعة المشكلة قبل ما ننظر لأعراض المشكلة. أحب أبدأ يعني بقصة هقولها كده بسرعة. القصة دي اسمها قصة المغفلة، أو أنا آسف يعني بس هو ده عنوان القصة، المغفلة أو الساذجة، للكاتب أو الأديب الروسي اللي هو أنطون تشيكوف. حد قرأها؟
هي تصنف هذه القصة باعتبارها أفضل قصة قصيرة قيلت في تاريخ الأدب العالمي المعاصر. ملخص هذه القصة إن كان في واحد غني عنده خادمة، الخادمة دي كان أو كانت مربية للأولاد يعني بمعنى أدق، فاشتغلت لمدة شهرين وخمس أيام. بعد الشهرين وخمس أيام استدعى هذه المربية علشان يديها الحساب بتاعها، وقال لها يعني انت اشتغلت عندنا فترة وما خدتيش الحساب، فأنا جايبك علشان يعني أديك الحساب الفترة الماضية، فأنا هحاسبك على الشهرين اللي اشتغلتيهم. فقالت له بس أنا اشتغلت شهرين وخمس أيام. قال لها لا، هم شهرين بس وأنا مسجل ده عندي في الدفتر يعني. فبلعت الكلام وسكتت. وبعدين قال لها احنا اتفقنا على ان اجرتك في الشهر هتكون 30 روبل. فقالت له احنا اتفقنا على 40. قال لها لا، هم 30 بس وانا مسجل الكلام ده عندي. فطبعا يعني احمر وجهها من الغضب والغيظ، بس ما قدرتش ان هي تناقشه. وبعدين قال لها ان كان في 9 ايام احد، ايام الاحد يعني، دول احنا هنقسمهم من الحساب لان انت ما اشتغلتيش فيهم. طبعا ده غير عادل، ولكنها سكتت وما قدرتش ترد عليه. وبعدين قال لها وكان في 3 ايام انت كنت مريضه فيهم ما جيتيش، وبالتالي هنخصم الحساب بتاعهم ويبقى انت متبقي لك من الستين اتبقى لك كده مثلا 30. ما قدرتش ترد عليه. وبعدين قال لها ان انت استلفتي 10 روبل من زوجتي. قالت له لا، ده هم كانوا 3 بس. قال لها لا، هم 10 وانا مسجل الكلام ده عندي. المهم قعد يجيب مبررات، يختلط مبررات عشان خاطر ايه، يقلل المبلغ الى اقصى حد ممكن. وطبعا هو كان بيكذب وعارف انه بيكذب لغرض معين ونقطعه في نهايه القصه. المهم الـ 80 كان من حقها 80 روبل، صفصفه في الاخر على 14 روبل، فادها ال 14 روبل. قالت له شكرا. فغضب واشتد غضبه وقال لها انت بتقولي لي شكرا على ايه؟ فقالت له على ال 14 روبل. قال لها بس ده انا سرقتك ونهبتك وامتصيت يعني عرق زي ما بيقولوا وما اديتكيش حقك، فانت ازاي تشكريني؟ انت كان المفروض تحتجي وتدافعي عن حقك. فقالت له اصل انا الناس اللي اشتغلت عندهم قبل منك كنت بتعب وبشقى وما كانوش بيدوني حاجه، فانت اديتني يعني جزء قليل من حقي، فده كان احسن من الايه؟ من اللي حصل قبل كده، يعني احسن من يبقى زي سوريا والعراق. وقال لها ان انا حبيت القيلك درس في انك لا تستسلمي وانك تطالبي عن حقك ولا تخافي من ان تدافعي عن هذا الحق. فالقصه دي فيها معاني كتير، احب اركز على معنى منها وهو معنى الاستسلام، انها استسلمت ورضيت بالامر الواقع وفقدت الثقه في نفسها فما اتكلمتش. هذا الاستسلام هو في نظري يعني جذر المشكله اللي احنا بنعاني منها، ان احنا حصل لنا حاله من الاستسلام الحضاري لمنجزات الحداثه الغربيه. اعتقد انه كان استسلام كامل لمنجزات الحضاره الغربيه او الحداثه الغربيه في المجال السياسي والاقتصادي، وكان استسلام جزئي لمنجزات الحداثة الغربية في المجال الاجتماعي. هذا الاستسلام جعلنا نقبل كل منجزات هذه الحداثة في المجال السياسي والاقتصادي على أنها مسلمات وعلى أن هذا هو أفضل ما أنتجته البشرية وإنه مش أحسن من كده. خلنا أيضا نقبل بعض منجزات هذه الحداثة الغربية في المجال الاجتماعي على أن هذا هو أفضل ما أنتجه العقل البشري وأفضل ما أنتجته الحضارة الإنسانية، وأصبح ده عندنا من المسلمات، وحصلت حالة من الاستسلام. ففقدنا الثقة في ذاتنا، فقدنا الثقة في حضارتنا، فقدنا الثقة في مرجعياتنا. المفارقة الغريبة إن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي، الذي استسلمت فيه أمتنا لمنجزات الحداثة الغربية، بتجري حركة كبيرة من المراجعات بيعملها المفكرين الغربيين نفسهم لكل منجزات الحداثة الغربية، سواء في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي أو في المجال الاجتماعي. ويمكن أستاذنا أشار لكتابات الدكتور وائل حلاق. كتابات الدكتور وائل حلاق اتفقنا أو اختلفنا معه، تصنف باعتبارها من حركة المراجعات الغربية، لأن وائل حلاق وإن كان من أصل فلسطيني
هو مسيحي من أصل فلسطيني ولكنه معبود من المستشرقين، لأنه هو أستاذ للدراسات الإسلامية يمكن في جامعة كولومبيا أظن، أو وكان في جامعة كندية لكن أظن انتهى به المطاف في جامعة كولومبيا، وكان الآن يمكن هو أستاذ مستقل غير تابع لجهة معينة، فهو معدود من المستشرقين. وكتابات الأستاذ وائل حلاق تعد من هذه المراجعات الفكرية التي تنتقد الحداثة الغربية وكل منجزاتها سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فمفكر الغرب عمالين يعملوا مراجعات، عمالين يوجهوا انتقادات حادة للدولة القومية الحديثة، بيتهموا هذه الدولة بأنها أي نعم حققت تقدم في المجال التقني والتكنولوجي، ولكن هذا التقدم واكبه تدمير للقيم الإنسانية، تدمير لإنسانية الإنسان. وده اتكلم عنه كتير الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتبه، وخاصة في كتاب يعني اللي عايز بقى يعرف الآثار السلبية للحداثة الغربية على القيم الإنسانية يقرأ كتابات الدكتور عبد الوهاب المسيري، لأنه كان مهتم جدا بهذا الجانب. إذا حصلت حالة من الاستسلام لمنجزات الحداثة الغربية، في حين أن أصحاب الحداثة نفسهم بيعملوا الآن حركة مراجعات وبيوجهوا انتقادات حادة ليها. البعض هيقول لي طب أنت عمال تنتقد الحداثة وإنجازاتها والدولة القومية الحديثة وتنتقد العلمانية وشوية شوية تنتقد الديمقراطية، طب إيه الحل يعني؟ أنا أرى أن بداية الحل أن نواكب نحن حركة المراجعات التي تجري الآن في الغرب، وأن نحاول التوصل إلى تفاهم مع الذين يقومون بهذه المراجعات، لأنك لما تعمل مقاربة مع حركة مراجعات لسه بتتم وتوجه انتقادات حادة للحداثة الغربية ومنجزاتها، ده يكون أسهل بكتير من أنك تعمل مقاربة مع النظم اللي اتفرضت عليك. احنا اتفرض علينا العلمانية، اتفرض علينا الدولة القومية الحديثة بمبادئها ومبدأ الفصل من السلطات وغيره من المبادئ، كل ده مفروض علينا. فانت من الصعب عليك انك تعمل مقاربة مع شيء اتفرض عليك، لا تعالى نعمل مقاربة مع هذه المراجعات. وانا على يقين من ان نتيجة هذه المراجعات هي التقارب مع المنهج الحضاري الاسلامي والمنهج الحضاري العربي، لان دي النتيجة اللي بتحصل دايما. يعني الرأسمالية لما تطرفت وكان لها اثار سلبيه، الناس اللي عملت مراجعات للرأسماليه كانت نتيجه المراجعات هي التقارب مع المنهج الاسلامي. لما عملوا مراجعات للاشتراكيه بعد ما حصل فيها تطرف واثار سلبيه، نتيجه المراجعات هي التقارب مع المنهج الاسلامي. المراجعات التي تجري الان للحداثه الغربيه ومنجزاتها، انا على يقين من ان نتيجه هذه المراجعات هي ايضا التقارب مع المنهج الاسلامي ومع الحضاره الغربيه. دي كانت يعني المقدمه الاولى. هو كده فات قد ايه من الوقت؟ انا استطردت شويه معلش. طيب انا في اخر خمس دقائق، يا ريت بعد ربع ساعه حضرتك بس تنبهني، انا في اخر خمس دقائق هجاوب على ان شاء الله على كل اسئله يعني بعد لما يتبقى سبع دقائق ولا ربع ساعه عدت. طيب في الكلام بقى مع الاستاذ عمرو الفيس، البعض بيقول عايزين استراحه لصلاه المغرب، شوف حضرتك تخليها كده ان شاء الله. طيب خليني اكمل ان شاء الله. فخليني يعني ابدا بحادثه او لحظه تاسيسيه من لحظات السيره النبويه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين كان يعرض الإسلام على القبائل التي تأتي في موسم الحج، فكان من هذه القبائل قبيلة اسمها بني شيبان. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فاستحسنوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا إن احنا في تحالف مع كسرى ولا نستطيع أن نمنعك من جهة كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة يعني تأسيسية مهمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لا ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه. إن هذا الدين لا ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه. فهذه المقولة النبوية الكريمة بتضع أيدينا أيضا على جذر آخر من جذور المشكلة، إن الإسلام يا إخوانا جزء لا يتجزأ، أن الإسلام كل لا يتجزأ. ده يخليني أنتقل إلى المصطلحات الأربعة اللي هي مصطلح الوسطية، مصطلح الثوابت، مصطلح تجديد الخطاب الديني، مصطلح صحيح الدين. احنا قلنا ان الاسلام
كل لا يتجزأ. ما معنى أن الإسلام كل لا يتجزأ؟ لو حبينا نحلل محتويات المنهج الإسلامي أعتقد أن هي يمكن أن تكون في أربعة مكونات. المكون الأول هو العقيدة، المكون الثاني هو الأحكام الشرعية أو التشريعية، المكون الثالث هو المقاصد أو منظومة القيم، المكون الرابع هو النظم الإسلامية. فإحنا عندنا عقيدة وعندنا أخلاق وعندنا أحكام تشريعية وعندنا نظم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة المنورة عمل أربع أحداث مهمة نسردها باختصار. الحدث الأول هو بناء المسجد، الحدث الثاني هو تأسيس السوق، الحدث الثالث هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الحدث الرابع هو وثيقة المدينة. كل حدث من هذه الأحداث الأربعة كان تدشين لنظام من النظم الإسلامية. تأسيس المسجد ده تدشين للنظام التعبدي، إقامة السوق كانت تدشينا للنظام الاقتصادي، تأسيس وثيقة المدينة كانت تدشينا للنظام السياسي ومبادئ الدولة الإسلامية، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت تدشينا للنظام الاجتماعي. إذن عندنا عقيدة، عندنا أخلاق، عندنا أحكام تشريعية، عندنا نظم. مفهوم الوسطية بقى هيحضر هنا. متى تتحقق الوسطية؟ تتحقق الوسطية لما هذه المكونات الأربعة تشتغل مع بعض. لو فصلت أي مكون منها واستبعدته لازم هيحصل خلل. هذا الخلل إما أن يكون بالإفراد إما أن يكون بالتفريط. جماعات أو الأفكار المتطرفة جات منين؟ أن أصحاب الفكر المتطرف المنسوب للإسلام فهموا الإسلام على أنه عقيدة وعلى أنه بعض الأحكام الشرعية، لم يفهموا مسألة منظومة القيم، منظومة الحضارية في الإسلام، لم يلتفتوا إلى هذا، فوقع منهم جزء، فحصل الخلل في صورة فهم متطرف لبعض أو لكثير من الأحكام الشرعية. على الجانب الآخر اللي عايز بقى يحجم الإسلام ويحصره في أضيق نطاق برضو وقعت منه النظم، هو نظر إلى الإسلام على أنه عقيدة وعلى أنه نظام روحي فحسب مع بعض الأحكام التشريعية في الجانب الفردي، وقعت منه مسألة النظم، فحصل التطرف بقى على الجانب الآخر اللي هو الجانب الذي يريد أن يحصر الدين في أضيق نطاق ممكن. تتحقق الوسطية زي ما قلنا لو هذه المكونات الأربعة فضلت تشتغل مع بعضها. التجديد مهمته إن لما يقع أي مكون من هذه المكونات، مهمة التجديد استعادة ما وقع من هذه المكونات، لأن الشائع دلوقتي عن التجديد إن هو الحذف، إن في نصوص عاملة مشكلة يلا نحذفها، إن أي حاجة عاملة مشكلة يلا نحذفها ونقصص من إيه؟ من الشريعة الإسلامية أو نقصص من التراث أو نقصص. فالتجديد دلوقتي شغال إيه؟ شغال قصقصة.